قرر من الضرائب بترك البطاقة الشخصية. في ناس دايما لما تيجي تشتري ما بيحبش يسيب بطاقته الشخصية، لكن الحقيقة مصلحة الضرائب قررت أنه ترك البطاقة الشخصية أو صورة منها لدى التاجر في حال تجاوز فاتورة الشراء ب 150,000 جنيه. هي مسألة احترازية علشان يكون فيها أمان للتاجر، وأنه بما أن المبلغ كبير كده فهو يأمن نفسه أنه يبقى عنده بطاقة الشخص اللي بيقوم بالشراء. القرار ده بيلزم دافع الضرائب من المقيدين بالحصول على الرقم القومي لأي عميل تزيد قيمة معاملته على 150,000 جنيه، والالتزام بإرسالها لمصلحة الضرائب. في النهاية ده خبر علشان يكون فيه التزام، يعني ما إحنا وتكون الحق على الجميع، يعني عشان نقدر كمان ما تبقاش المسألة دون حساب. الموضوع ده خلينا نعرف مزيد من التفاصيل والمعلومات اللي بتهم الناس كلها. أستاذ رجب محروس معايا على التليفون، مستشار رئيس مصلحة الضرائب. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، مساء النور على السادة المشاهدين. مساء النور على حضرتك. عايزة أعرف قرار الإلزام الخاص لما يكون رقم الفاتورة أو المبلغ اللي بيتم الشراء به 150,000 جنيه، إيه السبب في هذا القرار؟ تمام حضرتك، كما تعلمي إن إحنا كان هناك تحول من النظام الورقي إلى نظام الرقمنة، والتحول ده كان انصب في اصدار الفاتوره الالكترونيه. والفاتوره الالكترونيه لها بيانات لابد ان تكون مذكوره في الفاتوره، سواء من البائع التاجر او من الشركات او المنشات، سواء كانت تجاريه او صناعيه. تمام. وبالتالي من ضمن هذه البيانات ان بيان الفاتوره ان لازم يكون مكتوب عليها رقم تسجيل المشتري. لكي يتم حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. تمام. وده من الشروط الأساسية في الفاتورة. وكان أي فاتورة قيمتها أقل من 50,000 جنيه كان لابد أن يتم ذكر الرقم القومي للمشتري، سواء كان هذا المشتري تاجر جملة أو تاجر تجزئة أو حتى مستهلك نهائي. ولكن تمام. رأى معالي وزير المالية نظر للتوجيهات السياسة المالية التي تنتجها وزارة المالية أن يكون الحد الأقصى يتم تعديل حد الفاتورة من 50,000 جنيه إلى 150,000 جنيه، أي بمعنى أن أي فاتورة بتزيد قيمتها عن 150,000 جنيه لابد أن يتم ذكر رقم تسجيل المشتري، سواء كان هذا المشتري تاجر جملة أو تاجر تجزئة. تمام حضرتك كده؟ تمام. يعني اي فرد ايا كان، اي فرد سواء تاجر او مش تاجر، يعني حد راح اشترى فلازم يسجل الرقم ده. نعم يا فندم، يعني لازم وانا ببيع كمصنع او تاجر جمله لاي فرد، اذا كان قيمه مشترياته تزيد عن 150,000 جنيه. تمام. لابد ان يتم ذكر رقم تسجيل المنشاه بمصلحه الضرائب المصريه. تمام. اما اذا كانت الفاتوره اقل من 150,000 جنيه فيكتفى بكتابة الرقم القومي للرقم القومي فقط لا غير للشخص المشتري. تمام. هذا ما أصدره معالي وزير المالية بتاريخ 7/7 بتعديل الفقرة الثانية في النص المادة الأولى من القرار الوزاري. تمام. هل هنا هي مسألة ضبط بأنه يعني في بعض الناس ما كانتش بترسل الأرقام، فبالتالي يعني لا يتم تحصيل الضرائب من هذا الرقم، يعني هي مسألة ضبط أكثر يعني؟ نعم يا فندم، هي قاعدة بيانات لمصلحة الضرائب المصرية لمتابعة حركة المعاملات التجارية بين البائعين والمشترين، أو حركة المعاملات التجارية بين المصدرين أو المستوردين، لحصر المعاملات المالية ودمج الاقتصاد غير المرئي لمصلحة الضرائب المصرية. تمام. مع الاقتصاد المرئي، وذلك لتوزيع العبء الضريبي على المجتمع الضريبي بأكمله. تمام. وهنا بس المهم ما يكونش، أقول لحضرتك ما يكونش فيه تلاعب إنه حد يصدر فاتورة ب80 والتانية ب30 فتبقى أقل من 150. نعم حضرتك، لأن طبعا ده مهم جدا، لأن الفاتورة الإلكترونية لا يتم إرسالها إلى المشتري إلا بعد اعتمادها من مصلحة الضريبة المصرية من خلال المنصة الإلكترونية.
أكيد. عموما وضحت المعلومة. بشكر حضرتك جدا أستاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب. على فكرة على مستوى العالم كله ده بيتم دايما يعني مزيد من، علشان كمان يبقى السوق ليه آليات منضبطة. يعني أنت طول الوقت الناس بتقعد تشتكي، فيبقى عندك آليات منضبطة طول الوقت، ويبقى كل حد يبقى تقدر أن أنت تتعامل معاه وتحاسبه، وتبقى الدنيا كلها فيها انضباط.